بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الثانوية العامة. بحمد الله وصلنا إلى التدريب 17 بعنوان هل للشباب مشكلة؟ قال الكاتب الكبير الأستاذ نجيب محفوظ: دعونا نتصور أن الطفل في بلادنا يسعد في بيته بحنان أبويه وغذاء حسن ولهو بريء يشبع خياله ويوقظ روح الابتكار فيه، وإنه يجد بعد ذلك في مدرسته جوا. طبعا هنا جوا مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة، لأن أصل الكلام يجد جوا، يجد هو جوا، يبقى كلمة جوا هنا في المعنى هي ارتبطت بالفعل يجد، وعلى ذلك تكون مفعول به منصوب بعلامة نصبه الفتحة. وبنبه دايما لحكاية الحشو عند الإعراب. يعني ايه الحشو؟ ان يجيب لك المبتدأ ويقعد يتكلم شوية وبعدين يجيب لك الخبر، او يجيب لك الفعل ويقعد يتكلم شوية وبعدين يجيب المفعول به. ده طبعا بيقيس قدرة الطالب على فهم الجملة وفهم المعنى. جوا صحيا وتعليما مفيدا. طبعا كلمة مفيدا هنا نكرة، نكرة، وكلمة تعليما نكرة، وكلمة مفيدا مفرد وكلمة تعليما مفرد. تمام، نعت منصوب وعلامة نصبه الفتحة، لأن طبعا تعليما معطوف على صحيا، وبالتالي هياخد منها النصب ويدي للنعت بتاعه الايه شباب النصب. ده اللي كان، أو دول الكلمتين اللي مطلوب إعرابهم فقط. بيقول لي: استخرج من القطعة ما يلي خبرا جملة فعلية لحرف الناسخ. طبعا الحرف الناسخ اللي هو إن وأخواتها، أهوت أن الطفل في بلادنا يسعد. خلي بالك هو شارط عليا أن يكون جملة فعلية والحرف ناسخ، وكتير قوي نبهت لحكاية الشروط اللي بيشترطها في النواسخ. يا ترى هل عايز فعل ولا عايز حرف؟ ويا ترى عايز الخبر مفرد ولا خبر جملة ولا خبر إيه بالظبط؟ يبقى نخلي بالنا من السؤال شويه يا شباب ونقراه علشان الدرجه ما تروحش. يبقى ان الطفل، الطفل اسمه ان، في بلادنا ماله بقى يسعد، دي جمله فعليه في محل رفع خبر ان. وبرده في السطر الثاني عندنا اهوت انه يجد، طبعا الهاء هنا ضمير مبني في محل نصب اسم ان، ويجد جمله فعليه في محل رفع خبر ان. طب ان المستقبل ينبسط، صح طبعا، أن ينبسط خبر جملة فعلية لإيه يا شباب؟ ليه أن، وده طبعا كان يعني يكفي أن احنا نطلع نموذج أو نموذجين علشان نضمن الدرجة. بيقولي أحالا مفردة ثم عربها. طبعا حال مفرد احنا عارفين أن الحال يا إما يأتي مفرد يا جملة يا إما شبه جملة. الحال بقى لو لاحظ الجملة ديت، وأن المستقبل ينبسط أمامه واعدا. المستقبل ينبسط أمامه واعدا. واعدا هنا مرتبطة بكلمة المستقبل، يعني واعدا هنا بتوصف المستقبل، بس أنا لقيت كلمة المستقبل معرفة وكلمة واعدا نكرة. وعندي قاعدة مهمة أوي لازم تاخدوا بالكم منها: لو النكرة وصفت معرفة تبقى حال، يعني ما هو الحال وصف برضه، بس إيه الفرق ما بين الصفة والحال، أو ما بين النعت والحال؟ إن النعت نكرة تصف نكرة، أو معرفة تصف معرفة، ده النعت. إنما الحال نكرة تصف أو تبين هيئة معرفة. يعني جاء محمد راكبا، كلمة راكبا هي على فكرة بتوصف برضو محمد، لكن راكبا نكرة ومحمد معرفة لأنه علم. يبقى النكرة إذا وصفت معرفة في المعنى تبقى حال. يبقى كلمة واعدا هنا حال منصوب علامة نصبه الفتحة، لأن إعراب الحال دائما طبعا إن هو منصوب، ما فيش حال مجرور ولا حال مرفوع، الحال دائما يا شباب دائما منصوب. مضارعا مرفوعا بعلامة فرعية وآخر مجزوما مبينا السبب. طبعا احنا قابلنا كتير حكاية المضارع المرفوع بعلامة فرعية، أو علامات المضارع الفرعية أن يرفع بثبوت النون. أقول المشكلة الحقيقية والممارسين مشكلة وما يصنعون. لو جينا لقينا في الفقرة دي هنلاقي كلمة يصنعون، ده فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، وبالتالي يبقى مرفوع بعلامة فرعية، وزي كلمة يعتنقون ويضيفون ويعاملون ويصنعون، كل هذه الكلمات طبعا أفعال مضارعة مرفوعة بثبوت النون، وبالتالي تعتبر مرفوعة بعلامة يا شباب بعلامة فرعية. عايز مضارع مجزوم بقى مع بيان السبب أو مبين السبب. طبعا نفتكر ان احنا ادوات
مركز من المضارع لم ولما ولام الأمر ولا النهاية. خلي بالك، وطبعا أدوات الشرط اللي بتجزم إيه شباب، بتجزم فعلين. هنلاقي بعد التدوير في القطعة دي هنلاقي كلمة ولنتصور، هنا لام، هنا لام الأمر، ونتصور فعل مضارع مجزوم بعد لام الأمر وعلامة جزمه يا شباب السكون. السؤال الثاني بيقول لي نعتا منصوبا، احنا كنا مطلعينه مفيدا، طبعا نعت الكلمة تعليما نعت منصوب، وعندك متنوعا نعت الكلمة فنيا، عفوا نعت الكلمة نشاطا منصوب، لأن فنيا ومتنوعا الاثنين نعت الكلمة ايه؟ الكلمة نشاطا. بيقول لي طلع أمرا مبنيا على حذف النون. تذكر فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، يعني لو كان المضارع معتل الآخر زي ساعة، لما جيب منه الأمر اسعى ألف سين عين من غير حرف العلة، ويبقى مبني على حذف العلة. لو كان فعل المضارع عندي من الأفعال الخمسة زي مثلا يخرجون، أقول اخرجوا، يبقى مبني على حذف النون. لو كان الفعل عادي زي ضرب، وعايز اجيب منه فعل الامر يضرب، يعني واجيب منه فعل الامر اضرب، مبني على السكون. ففي قاعده بذكركم بيها ان فعل الامر يبنى على ما يجزم به مضارعه. طب تعالى بقى شوف كده اول فعل في الفقره، دعونا. انتبه بقى لحسن، الفعل ده يخدع قوي. ليه بقى؟ لان هو مكون من ثلاث حاجات، دع اللي هو فعل الامر بمعنى اترك، وواو الجماعة اللي هي الفاعل، ونا المفعولين. يعني مش دي نون بتاعة الفعل يخرجون مثلا، خلي بالك ده دي ضمير مبني في محل نصب مفعول به. أمال دعونا ده المضارع منه ايه؟ يدعون. المضارع ايه؟ ها؟ يدعون. يبقى انا شلت النون وحطيت النا الدالة على المفعولين، لأن لو اتقرى الفعل الأمر كله على بعضه من غير ما احذف النون كان المفروض ايه؟ دعوننا. لكن هنا مبني على حذف النون لان مضارعه من الافعال الخمسه. السؤال الرابع بيقول لي ولنتصور بعد ذلك اننا قدمنا له من حياتنا الخاصه والعامه نماذج طيبه. بيقول لي لما فتحت همزه ان؟ طبعا الحمد لله انا عارف ان همزه ان لا تفتح الا في حاله واحده فقط، وهي ان تدل على المصدر المؤول. يبقى اقول له كده فتحت همزه ان لانها دلت على المصدر المؤول. اذكر خبرها وبين نوعه. قدمنا ده الخبر، ونوعه طبعا هنا فعل مضارع فعل ماضي، يعني جمله فعليه، ونوعه جمله فعليه. ما موقع، انتبهوا بقى عشان الحته ديت ايه، عايزه يعني تركيز شويه. ما موقع العباره من حياتنا الخاصه والعامه؟ دي شبه جمله لا محل له من الاعراب، لانه يعتبر جمله اعتراضيه. في حاجه اسمها الجمله الاعتراضيه او شبه جمله الاعتراضي. فهنا قدمنا له من حياتنا الخاصه والعامه، يبقى ممكن اقول ولنتصور بعد ذلك اننا قدمنا له نماذج طيبه. يبقى الشبه الجملة من حياتنا الخاصة والعامة ده لا محل له من الإعراب لأنه اعتراضي. أعرف ما تحته خط أعربناه. بيقول لي ما الخيال في قوله يوقظ روح الابتكار؟ طبعا دي استعارة مكنية زي ما احنا عارفين، لأنه شبه الابتكار وكأنه إنسان له روح. وما مرادف كلمة يحظى؟ يحظى هنا يعني ينال أو يحصل على. وما عكس كلمة الجد؟ الكسل طبعا والتقاعس. كلمة جد عكسها كسل وتقاعس. في أي مادة تكشف عن يضيفون؟ في ضيفاء باب الضاد فصل الياء ثم الفاء. طبعا هنا السؤال الشؤون وبريء، لا الأول السؤال عشرة بيقول لي اضبط الكلمات التي بين القوسين بالشكل التام. دعونا نتصور هنحط على الرأس كون لأنها مجزومة في جواب الطلب. انتبهوا يا جماعة، ساعات بعض التدريبات بتبدو سهلة كده، لكن يعني في طياتها بتكون بعض الخبايا وبعض الايه الأسئلة اللي هي محتاجة تركيز عالي. لأن دعونا فعل أمر نتيجته لما تدعونا يعني إلا يحصل نتصور، وإحنا قلنا إذا وقع المضارع نتيجة لأمر أو نهي جزم. والدليل ان دي نتيجة ان ممكن اقول ان تدعونا نفعل كذا نتصور كذا، يعني لو سبتونا هنتصور كذا، ماشي؟ دعونا من هذا الامر نتصور كذا، يعني دعونا من اي قيود ان نتيجة هنتصور كذا. يبقى نتصور هنا فعل مضارع مجزوم في جواب الطلب، يبقى احط عليه سكون. انتبه ان الطفل
طبعا دي اسم أن، في بلادنا يسعد، ده فعل مضارع مرفوع عادي، في بيته بحنان أبويه، طبعا حنان مكسورة، وغذاء وغذاء لأنها بحنان وغذاء، ما هو هينعم أو هيسعد في بيته بإيه؟ بحنان وغذاء، يبقى معطوف مجرور حسن، طبعا دي نعت الغذاء يبقى مجرورة، ولهو بريء، طبعا لأن لهو معطوفة برضو على غذاء اللي معطوفة على حنان وبالتالي تتجر، وبريء نعت اللهو يبقى تتجر، يشبع خياله، طبعا هنا مفعول به، يشبع هتبقى مرفوع عادي، وخياله هنحط على اللام فتحة، ويوقظ عادي فعل مضارع مرفوع هنحط ضم على الضاء، روح يوقظ هو مش كده، روح يبقى روح هنا تبقى مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة، الابتكاري فيه طبعا لأن الابتكار هتبقى مضاف إليه مجرور علامة جره يا شباب الكسر. السؤال 11 بيقول لي الشؤون بريء ورؤيته ويؤهل، علل كتابة الهمزة على نبرة في الكلمة الأولى. طبعا بصوا كتابة الهمزة عموما مش عايزك تحفظ حاجة، انت هتوصف الكلمة اللي قدامك وبالتالي يكون هو ده سبب كتابة الهمزة. يعني ايه اوصف الكلمة؟ اوصف تشكيل الهمزة واللي قبلها، يعني كلمة شؤون واضح ان ما قبلها مضموم، يبقى شؤون عشان الهمزة ضمت وما قبلها مضموم كتبت على هذا المتسع. طب كلمة بريء كتبت على السطر ليه؟ علشان ممدود الهمزة في آخر الكلمة وقبلها مادة أو ساكن، أقول كده أيوة لأن بريء جاءت الهمزة متطرفة مسبوقة بمد. طب رؤية لأن ما قبلها مضموم، اللي قبل كلمة رؤية مضموم فرؤية والهمزة ساكنة. طب يؤهل لأن ما قبل الهمزة مضموم وهي مفتوحة. أنا ما عملتش حاجة غير أنا وصفت تشكيل الكلمة اللي قدامي. طيب بقول لي هات من عندك كلمتين على غرار كل كلمة مما سبق، أقول له كلمة شؤون مثلها كلمة فؤوس مثلا، وكلمة مسؤول، الاثنين دول بيتكتبوا على متسع ليه؟ علشان طبعا ما بعدهم مضمومة وما بعدها مضموم، اللي هو ما بعدها واو مد يعني، وكلمة بريء ممكن كلمة جريء، وكلمة مسيء الاثنين دول برضه هيتكتبوا على السطر لأنها زيها بالظبط. كلمة رؤيته هتبقى كلمة سؤله مثلا، أي سؤاله، سؤله سين همزة على واو لام هاء، كلمة سؤل يعني سؤال، ومؤنة، المؤنة هي المشقة، يبقى كفانا المؤنة زي رؤية بالظبط. كلمة يؤهل ممكن يؤثر هتبقى زي يؤهل، ويؤمن برضه هتبقى زي يؤهل. إذن ده شباب عن التدريب 17 تم بحمد الله.